للأسف الشديد دولة قطر تبادر في شق الصف العربي وتبث الفتنة عبر ذراعها الإعلامي قناة الجزيرة، وهو ما يتطلب منا وقفة جادة لمنعها من هذا العمل الإجرامي. إن قناة الجزيرة ليست كما يروج لها الأخوة في قطر وغيرها أنها تعبر عن حرية الرأي، فنحن نعرف والجميع يعرف ما هو حرية الرأي، إنما هي قناة للشر وزرع الفتنة ودعم الإرهاب والتطرف وجلب الدمار والخراب والتلاعب بالقيم الإعلامية لخدمة الأجندة العدائية للحياة والسلام. ولقد كانت مملكة البحرين وحتى أصحاب المعالي لا يمكن أن تنجح جهود مكافحة الإرهاب وبيننا من يدعو له ويغذيه ويرعاه معرضا أمننا وأمن منطقتنا وأمن العالم للخطر. إن المملكة العربية السعودية لتؤكد من خلال هذا المنبر على حتمية أن تكف قطر عن دعم الإرهاب وتمويله وتمويل وسائل الإعلام التي تروج له، وضرورة أن تتوقف وسائل الإعلام أيا كانت سواء كانت في قطر أو خارج قطر والتي تستضيف الإرهابيين من بن لادن والظواهر وغيره وتروج لهم وتنشر فكرهم وتقدمهم لأبنائنا على أنهم أبطال وهم في الحقيقة مجرمون قتلوا الأبرياء بدون سبب. حتى هذه اللحظة من أكثر الدول المتضررة من ممارسات شبكة قنوات الجزيرة القطرية ومنصاتها الرقمية وغيرها من قنوات الفتنة المملوكة أو التابعة لإيران ضمن أجندات عدوانية دخيلة على مبادئنا وتنتهك قواعد الأخوة الإسلامية وحسن الجوار، وتسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة الأمن والاستقرار والمساس بوحدة بلادنا وهويتها الوطنية، وتزوير الوقائع وبث الشائعات والتقارير المغلوطة والدعايات للجماعات والتنظيمات الإجرامية. للأسف الشديد تحدث معالي الأخ وزير إعلام مملكة البحرين الشقيقة. الكلمة سيد المندوب، مع كل الاحترام والتقدير، هناك قائمة للتدخلات وهناك ترتيب للتدخلات، نكمل التدخلات سيد المندوب عن الجزيرة، وأقول له إن الحقيقة لا يغطيها غربال الشمس لا يغطيها الغربال، الحقيقة لا تغطى بغربال. الجزيرة تنقل خبر الصحيح وتنقل الرأي والرأي الآخر، لكن للأسف العالم العربي يخاف من الحقيقة، واتهام الجزيرة بالإرهاب والتدليس يعرف أي قنوات إعلامية ومنها قناته التي ترهب الناس أسريا وتدلس وتنتهك الأعراض تبعا للقنوات التي علمتها وللإعلاميين الذين علموها مثل هذه الممارسات التي يمارسونها كل يوم.